سمك. من صور إلى بندر بمبي، تاريخ رحلتنا 52 نيروز سنة 58 ميلادي. حمولتنا بسر من بندر صور، هذا ما جاء في رزنامة أحد نواخذة صور. هذه الصورة لنادي الطليعة، فريق نادي الطليعة، وأنا طبعا من ضمنهم، من ضمن الأفراد، من اللاعبين، أفراد اللاعبين في النادي قديمة. في السبعينات، في بداية السبعينات. هذه صورة ذكريات، ذكريات. هذه صورة فتح الخير. السفينة هذه كانت يعني أول يوم يجيبوا السفن من يجي السفن من السفر، كانوا يسحبوها، يسحبوها للصيانة في ميحب، يسميها نسميه ميحب، فيعملوا لها الأعمدة دي يسميها حنجدف، على أساس تكون السفينة، تكون السفينة مستقيمة، يعني إذا تكون واقفة. من شهر أغسطس تبدأ هني طبعا تدشين السفينة، يعني يسحبوا السفينة من ميحب، يكوروها، احنا نقول يكوروها وتدشن، وطبعا بعد ما عملوا لها الصيانة وبعدين طلعوها برا على برا البحر، بحر برا على الخور، يسحبوها بواسطة يعني قوارب صغيرة، بعدين تبدأ تنصب. شوف هاي الصورة، تسحب من هناك، شوف ابن الدار قوارب هي، طبعا ترفع الأشرعة تروح إلى لها حمولة في غور الحير، تحمل القندلة وتبدأ رحلتها إلى مواني الخليج إلى حتى توصل البصر. من البصر يشتروا تمور يبدأوا عاد رحلتهم للمواني الأخرى، يمروا مثلا الهند، اليمن، الصومال، وهم مارين من يوم يحصلوا بيعة. وعليكم السلام دكتور، مرحبا، حياك الله، بارك الله فيك، اهلا بيك مرحبين، حياك الله. تفضل دكتور. بغينا نسال كتب التاريخ البحري، جديد كتب التاريخ البحري في المترجم وفي اللغه العربيه متوفره معنا في رزنامات، في رزنامات النوخ بن محمد المرزوقي، محمد بن ماجد المرزوقي، نعم متوفر عندك، موجود، انت تطلع عليه يعني بس موجود ان شاء الله. حياك الله، شكرا. الرزنامة مفردة فارسية مكونة من مقطعين، روز ونامة. الروز هي اليوم، ونامة هي السجل، فالرزنامة هي السجل اليومي للسفينة في وسط البحر، يسجلها القبطان ويسجل فيها كل الملاحظات التي يراها والمعلومات التي يمر عليها ويلاحظها في السفينة. في هذه الرزنامة يسجل نأخذ اسم السفينة، اسم مالك السفينة، نوعية الحمولة التي يأخذها، عدد البحارة، أسماء بعض البحارة الذين تعاونوا معه، يسجل أيضا الحمولة التي يأخذها، من أين نقل هذه الحمولة، يسجل بعض الأحيان الأسعار، كميات هذه الحمولة، يسجل كل ما يواجههم من مواقف في أثناء الإبحار. سفينة البوم كان الوالد يبحر فيها في أواخر الستينات، طبعا فيها البوم اللي هو نوع السفينة، والاسم المنتصر، والنوخذ مسلم، وطبعا وين منصور، هنا 22 بحار طبعا فيها، و150 طن سمبوك. تختلف عن الجالبوت، مقدمة تكون فيها انحناء من الأعلى ومتميزة طبعا عن الجالبوت وعن الغنية وعن السنبوك السنابيك، فاحنا لازم نحافظ على هذه الاشكال، نحافظ عليها ونركز عليها، لان هذه هي اشياء تراثيه يتوارثها اجيال. طبعا الكثير من الرزنامات هذه فقدت وغير موجوده حاليا، بعض الرزنامات المتوفره ومنها رزنامه الشيخ المرحوم علي بن مسلم العلوي، هذه الرزنامة موجودة كمخطوطة، ما زالت الآن عند أبنائه الأصل، موجودة عندهم، وهناك مخطوطة أخرى منشورة لرجل من أصل منصور، ولكنه هاجر في فترة من الفترات إلى الكويت وتوفي فيها، هو نوخذ محمد بن سالم المرزوق، وهذه منشورة في الكويت وما زالت موجودة متداولة حتى اليوم.
بدأت من 1947 وقام ب 18 رحلة مسجلة خلال 10 سنوات حتى عام 1957. فهذه الرحلات كلها مسجلة ومعروفة. بدأها المرحوم نوخذ محمد بن سالم مرزوق من مناصور، انطلق فيها من مناصور إلى الأولى إلى ميناء البصرة ثم إلى ميناء في الهند، وكانت حرية التمر.